ضمن خطة تعزيز ممارسة النشاطات الرياضية باختلاف تخصصاتها في الوسط الأمنية، كان مركز الراحة العائلي لعنتيغوريت بولاية تيبازا على موعد مع إقامة الطبعة السادسة لسباق السباحة الحرة في البحر، وهي المنافسة التي تشرف على تنظيمها سنوياً المديرية العامة للأمن الوطني. هو تقليد سنوي دأبت عليه مديرية الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات للمدير العام الوطني على أن تنظمه مشاركة مع مختلف الأسلاك النظامية من قوات الدرك الوطني، القوات البحرية، الحماية المدنية، إدارة السجون. تخرج من الروتين تاع الخدمة بيان سير تبدل شوية، صافي بليزير كيما هكا دي زورغانيزاسيون كيما هكا سبورتيف هنا وين لي زوتر كور وين يتعرفوا بين بعضهم الناس، سي بليزير. السباق الذي امتد على مسافة 6 كيلومترات ذهابا وإيابا عرف مشاركة قرابة 70 سباحا مثلوا 6 أندية من شتى الهيئات الأمنية، هي الحماية المدنية والجمارك، فإدارة السجون بالإضافة إلى الدرك الوطني ومديرية الأمن الوطني وقيادة القوة البحرية. جرى هذا السباق في ظروف جيدة والحمد لله، رغم الظروف المناخية اللي شاهدتها معنا اليوم، ولكن الرياضيين تحلوا بالروح الرياضية، تحلوا بروح المنافسة وقاموا بمجهود كبير وهم مشكورين على ذلك. عدم استقرار الظروف المناخية أخر موعد انطلاق السباق لقرابة 1:15، والذي أعطى شارته ممثل اللواء المدير العام للأمن الوطني عميد أول للشرطة أبو بكر بوحد رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات. أما السباحون فعانوا الأمرين من خلال التنافس الشديد فيما بينهم من جهة ولسوء الأحوال الجوية. أما نهاية فكتبها السباح ياسين بوزات باسم فريق الدرك الوطني في المركز الأول، فيما حل المتسابقان بلال بن عبد الرحمن ودحمان بالخير من نادي مديرية الأمن الوطني في المرتبتين الثانية والثالثة تواليا. الحمد لله حتى المرتبة الأولى، سباق 6 كيلومتر نظمته مديرية الأمن الوطني. السباق كان صعب شوية بارابور لي زوتر راني باسي، البحر كان شوية هايج منا وين يعرق لك شوية ما يخليكش تعوم آلاز، لا فيزيبيليتي كانت ناقصة ويتو، مي الحمد لله عرفنا كيف نجيرو لا كومبيتيسيون حتى لينا المرتبة الأولى وسي ليسونسيال. لا كورس كانت صعيبة شوية كيما شفتوا، البحر كان شوية هائج، كانت بعض التموج مما شكل صعوبة في السباحة. رتم تاع المنافسة تاع السباق كان عالي جدا، الانطلاقة تاع السباحين كانت قوية. ليسدل الستار على الفعاليات بتسليم جوائز رمزية على الفائزين حسب الفرد وكذا الفرق، التي عادت صدارتها لمديرية الأمن الوطني متبوعة بالدرك الوطني فقيادة القوة البحرية.